في محافظة نينوى. نرحب بكم أجمل الترحيب من البصرة إلى نينوى. ألف تحية وتقدير وشكر وثناء إلى عمال نينوى أولا. روح الأخوة والمحبة وحفاوة الاستقبال لأخوتكم، نتمنى لهم جميعا التوفيق والسداد في خدمة الحركة النقابية في الموصل. سلام أهلنا وسلام ناسنا لمحافظتنا الموصل الحدباء والرديعين. احنا كنا عراقيين وكنا اخوان يربطنا دم واحد ودين واحد ووطن واحد. القرارات يجب ان تؤخذ ان تكون حاسمه من نينوى، لا تراجع فيها لا تهادم بيها. لاول مره في تاريخ العمل النقابي العراقي نجسد شعار قوتنا في وحدتنا. احييكم على هذا التنظيم الرائع ونشعر بالفخر. ان شاء الله تجمعنا هذا الغرض من عندنا، وضع النقاط الصحيحه في مسير العمل النقابي. واحنا نتشرف بجيدكم وإلى بلدكم ومنطقتكم واتحادكم. العمالة اللي هي من أهم المجتمعات. طالبنا بأن يكون ترتيب لكل المحافظات للنقابة العامة. اليوم كل رؤساء الاتحادات في محافظات العراق عموما حضروا إلى مقر الاتحاد لغرض مناقشة بعض الأمور النقابية اللي تخص العمل النقابي وتخص عمل وتنظيم المكتب التنفيذي وتعديل المسار والحركة النقابية بالعراق. هناك إرهاصات كثيرة في العمل النقابي. صراحة احنا قررنا أن يكون اجتماعات دورية في كل المحافظات، واليوم بدينا بمحافظتنا ثانيا، يعني الاجتماع الأول كان في الأنبار، وإن شاء الله اليوم الاجتماع الثاني في محافظة نينوى، والاجتماع القادم في محافظة النجف الأشرف، وراح يكون هذه الاجتماعات على شكل دوري بكل المحافظات العراقية لتقوية أواصر المحبة والأخوة بين عمال العراق عموما. اليوم اجتمعت الكلمة بالمهنية في عرس عمالي جديد، والمكان هو عروس العراق نينوى. اليوم رؤساء اتحادات نقابات العمال في العراق المحلية اجتمعوا لتوثيق العلاقة المهنية النقابية بين المحافظات بين اتحاداتنا، لا سيما احنا مقبلين على هيئة عامة للاتحاد العام في سبيل أنه نضع النقاط على الحروف لبناء مستقبل العمال ولوضع اللبنة الحقيقية والصحيحة لبناء مستقبل العمال. نشكر الأستاذ شفاء رئيس اتحاد نقابات العمال في نينوى على دعوته إلى رسالة اتحادات المحافظات كافة في العراق، وقبلها كانت دعوة أن الأستاذ محمد رئيس اتحاد نقابات عمال الرمادي. اجتمع رؤساء اتحاد نقابات العمال في محافظاتنا العزيزة هذا اليوم في مقر اتحاد نقابات عمال نينوى للتباحث حول مشاكل العمال، حول مشاكل الطبقة العاملة، ومعرفة المشاكل التي يمر بها العامل في كل محافظاتنا، والخروج بتوصيات موحدة من أجل ضمان حقوق وإنصاف الطبقة العاملة العراقية بشكل عام.